قناة سميرة تي في هي قناة تلفزيونية جزائرية على قمر نايل سات، وهي موجهة للمرأة الجزائرية والعربية وتهتم بالطبخ الجزائري. هذه القناة تمتلكها سميرة بزوايا. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. سميرة هي مثال للمرأة الناجحة التي بدأت حياتها من البيت بأدوات تمتلكها أي امرأة عربية بسيطة، من المطبخ وتطريز الحرير. سميرة بزوايا التي رفضت برنامج شهير وبدأت في بث قناتها الخاصة وهي سميرة تي في، التي لاقت إقبالا جماهيريا رائعا ولم يكفها هذا، بل أصدرت بعض الكتب عن الطهي والخياطة. سر نجاحها هو أنها خاطبت أحسن شريحة في المجتمع وأكثرها متابعة، وهي النساء، مقدمة بذلك أصناف وأكلات جزائرية بطرق حديثة، بل أنها من أكثر القنوات مشاهدة خاصة في رمضان. كانت بدايتها البسيطة في فقرة فن وإبداع في برنامج صباحي مدة 5 سنوات يبثه التلفزيون الجزائري، جعلها تشتهر في المجتمع الجزائري. حقيقة سميرة بزاوية هي مثال حقيقي على المرأة العربية الناجحة.